شو الاسم؟ نسرين. نسرين قديش عمرك؟ 23. شو حاسه قبل ما تفوتي لجوا؟ شويه خوف بس ان شاء الله يكون على خير. انه الشباب والصبايا اللي عم بيطلعوا على المسرح هني جدعان جدعان اني واجهوا هيك اشي. مش هواي انك توقف على منصه وتكون تحت الامتحان. انا من ناحيتي كنت بكون فاشل على الاخر 100% بختم لكم، بس شباب والصبايا عم بيساوي شغل بخوف. حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس يا حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس. مبروك مبروك انتقلتي معنا للمرحلة الثانية. طبعا بنظري يعني بعرفش الأصدقاء ايش بيقولوا. ما فيش انك من المرحلة الثالثة، انا بس للثانية. طبعا مقبولة، بتغني بحب بتغني بإحساس، بس يعني إذا صرت أنت عم بتمارس الغناء ما تنسيش إنه كتير بعد طريق طويل الواحد يعني ينضج فنياً. بس حضورك حلو وضحكك حلو وأدائك جميل. النجاح نسرين. مبروك.